متتبعي قناة شوف تي في، إليكم آخر خبر. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل قليل من يوم الثلاثاء عن قرار إعادة فتح المساجد تدريجيا في مجموع التراب الوطني لأداء الصلوات الخمس ابتداء من صلاة الظهر يوم الأربعاء 15 يوليو الجاري، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية والشروط الوقائية والصحية التي ستدبر اللجان المحلية بأبواب المساجد. وأكدت الوزارة أن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة لصلاة الجمعة إلى أن يعلن في وقت لاحق عن التاريخ الذي ستفتح فيه لأداء هذه الصلاة. متتبعي قناة شوف تي في، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل قليل من يوم الثلاثاء عن قرار إعادة فتح المساجد تدريجيا في مجموع التراب الوطني لأداء الصلوات الخمس ابتداء من صلاة الظهر يوم الأربعاء 15 يوليو الجاري، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية والشروط المراقبة الصحية التي ستدبرها اللجان المحلية بأبواب المساجد. وأكدت الوزارة أن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة لصلاة الجمعة إلى أن يعلن في الوقت اللاحق عن التاريخ الذي ستتم لأداء هذا الصلاة. أعزائنا المشاهدين متابعي قناة شوف تي في، يوم الأربعاء 15 يوليو الجاري موعد إعلان عن فتح المساجد. متابعي قناة شوف تي في، كنت مع هذا البلاغ من مدينة تازة.